نرجعوا للمساله ديال الثمن. يعني المغربي دابا الى نزل للسوق واش غادي يلقى الاضحيه بثمن مرخف كيراعي ديك 500 درهم نعم اللي عطاتو الدوله؟ نعم دابا خصنا نشوفوا دابا هذيك 500 درهم التاثير ديالها. اولا ذاك الاغنام اللي جايه من برا خصها تكون يعني المدخل ديال الاثمنه تكون هي الرخيصه فيهم. خص تكون هي الرخيصه. احنا هذا هو اللي كندفعوا فيه باش يعني جبدنا الاثمنه يعني لهذا. ثانيا كيفاش الثمن كيتحدد دابا الثمن في الاسواق؟ احنا السلسله اللي كان الحلقه ديال السلسله يعني عندنا سلسله من المنتج حتى المستهلك، ولكن الحلقات اللي كنتحكموا فيها شنو هي؟ هي ديال الكساب من الانتاج من الولاده وحتى كيمشي للسوق. في السوق ما بقاش ملي كيمشي للسوق ديالكم. ملي كيمشي للسوق يعني الفلاح كيبيع تما صافي ولا التجاره لان الفلاح ما بقاش كيتحكم في الاخر. البيع الاولي في السوق هذا هو اللي حنا كنتبعوا كنشوفوا كيفاش هذا. ملي كنقول لك بانه الاثمنه ربما طلعت بالنسبه للسنه الماضيه بواحد بين 5 حتى 12% على حساب الاصناف، على حساب السلالات، على حساب لينا السردي ماشي هو بنيغيل ماشي هو البرقي ماشي هو. ملي كنقول هكا كنشوف ذاك الشيء اللي كيبيع به الفلاح، ولكن من بعد ما كيخرج من عند الفلاح عدد الوسطاء شحال من مره كيتباع هو اللي كيأثر على الاثمنه. والاشكاليه اللي كاينه عندنا الاشكاليه الكبيره اللي كاينه هو هذيك الحلقات ما كنتحكموش فيها. نفهم بانه بدون لغه خشب الشناقه هما السبب الى طلع الثمن ديال الحولي. عندهم واحد التاثير جد كبير على هذا الشيء، لان واحد اللي غايبيع واحد الحولي في مثلا في خريبكه ولا في بججاه ولا هذا غادي تقول يبيعوا تما وشراه من تما يجي يبيعوا في الدار البيضاء وغادي نحسبوا معاه. كاين الثمن ديال الترونسبور، الثمن ديال النقل، وكاين الثمن ديال العلف واحد 3 ايام ولا 4 ايام باش كيوصلوا. كتحسب كاع داك الشيء وتخلي له وتقول النصيب ديالو شحال غادي يربح فيه كاع الا بغى هو يكون تاجر. ولكن حنا ملي كنقارنوا كنشوفوا الفرق كنلقاوه فرق هائل كبير بزاف. هذا الوسطاء كيربحوا اكثر من داك الشيء اللي كيربح هذاك الشيء اللي ربى داك الفلاح والكساب. وهذا الشناقه ما عندهم حل السي الصداقي؟ ما يمكنش يكون عندنا يعني في المستقبل واحد التحكم في هذا التمويل ديال السوق ديالنا الا ما تحلش هذه الاشكاليه ديال التجاره على الصعيد الوطني، التجاره ديال هذه المنتوجات الفلاحيه. خصو يتحل وكاين يعني عده تقارير وهذا كاين كل القطاعات اللي كيهمها الامر خدامه على هذا الشيء، ولكن هذا الشيء خصو يتحل. انا هذوك الشناقه ولا هذوك الوسطاء ربما يكون عندهم دور، ولكن خصهم يولوا تجار يكونوا معروفين وعارفين شحال شنو هو هذا ومنين كيشريوا ذاك الشيء اشباح وما كيتحايلوش على ما كيتحايلوش على الكساب وما كيزيدوش هذا وما كيطلقوش الاخبار الزائفه فيما يخص يعني الاثمنه. وكاين كل شيء هذا الشيء يعني اليوم اللي عشناه وكنعيشوه.